ما مدى صحة الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ لما دخل المسلمون الأقطار رأوا أن حضارة الإسلام تتم بكثرة الاحتفالات، لأنه تطبيق لقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. فراحوا قالوا: طب ما نعمل موسم اسمه عيد الهجرة، يوم بداية الهجرة، يوم المولد النبوي الشريف، ما نعمل حاجة اسمها وردت يوم نفرح فيه بنجاة موسى عاشورا، ما نعمل حاجة اسمها موسم للإسراء والمعراج لنصف شعبان وتحويل القبلة، رمضان بدايته ونهايته، والعيدين بتوعنا الكبار عيد الفطر وعيد الأضحى، ما نعمل يوم كده نحتفل فيه بالمحمل وهو طالع على الحجاز، ما نعمل يوم كده ونحتفل فيه ببداية الشهر العربي أو بالعشرة الأوائل من ذي الحجة. الله، ده احنا أيامنا كلها فرحة. ايه تدخل الفرح على قلوب الناس ويبقى ثقافتك وحضارتك منورة. فقاومنا بهذا ما كان سائدا وشائعا من ما هو غير إسلام. نجحت هذه المسألة في مصر وفي العراق وفي إيران وفي المغرب، نجحت هذه المسألة في ماليزيا وفي إفريقيا وفي، فرأى العلماء أن هذا تحقيق لمقاصد الشريعة، وهو أن الناس تعيش حياة، توعدني فتوعدني تقول لي أنا هجي لك بعد صلاة الظهر، حلوة قوي دي كده بعد صلاة الظهر. ما فيش في أمريكا على فكرة بعد صلاة الظهر، ولا في إنجلترا بعد صلاة العصر، لكن هذا النمط من الحضارة هو نمط مطلوب. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.